صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. الموعد اليوم رفقة الدكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير دكتور ودغيري. أهلا وسهلا بك. صباح الخير وهفاف. مرحبا بك معنا اليوم دكتور ودغيري. والموضوع ديالنا اليوم يستحق الاستماع والانتباه من كل المستمعين الكرام. موضوعنا اليوم على التهاب الفقرات التصلبي أو لتيبس الفقرات. شنو هو هذا المرض؟ علاش كيتشخص أو لا بنسبة أكبر عند الرجال أكثر من النساء؟ علاش كيصيب الرجال في سن اللي هو مبكر جدا، ربما كيتراوح ما بين 18 و30 سنة؟ فهذه كلها مجموعة من الأسئلة غادي نطرحوها اليوم على الدكتور مصطفى الودغيري وناخذوا الإجابات منه إن شاء الله في برنامجكم صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش أنه بإمكانكم دائما تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. كتبوا فقط كلمة صحة SHA، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤال ديالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. على بركة الله نمشيو دكتور مصطفى الودغيري. التهاب الفقرات التصلبي ولا تيبس الفقرات كمشكل صحي وبشرح كيف معوتينا بسيط وقريب المستمعين الكرام، شنو هو هذا المرض؟ نعم، هذا مرض من أمراض الروماتيزم المزمنة اللي فعلا موجود بشكل كتير. مع الأسف كيكون غالبا تأخر في التشخيص، لأن كما نتكلم على العلامات، ربما العلامات كتكون نقدروا نلقاو في أمراض أخرى، ربما علامات اللي في الأول رغم التحاليل ما كيعطيوناش شي ما كيفيدوناش كتير. ففي الغالب كنكتبوا بعض مرات الأدوية المسكنات ديال الألم على ما كيبانوا، يعني بعد التغييرات في التحاليل اللي كنطلبوا فراديوات اللي كانت موفاة، كيكون غالبا مشكل في التشخيص، متأخر في التشخيص. مرض روماتيزم مزمن كيف ما قلنا، ربما في بعض الحالات الثاني أو الثالث من ضمن روماتيزم أكثر انتشارا، خصوصا كيف ما شرتي كيصيب خصوصا الرجال أكثر من النساء. نعم. خصوصا في سن مبكر ابتداء من 15 سنة حتى 30 سنة، فاش كيبلغ الأوج ديالو. ولكن في بعض الحالات التشخيص كيكون من بعد 30 سنة، لأن كيكون الألم كيتعطل كما قلنا. حتى كنديروا بعض الراديوات اللي غنتكلموا على أنواع الراديوات اللي كنعملوا باش كنقدروا نشخصوا المرض. هو مرض في علامات كثيرة، خصوصا الألم، يعني معروف بالألم اللي هو كثير، لكن كيكونوا بعض العلامات بعض الحالات أنه علامات كيبانوا من غير المفاصل، بغير الألم المفاصل كيبانوا بعض الأمور في الذات. هو مشكل كيف ما غنشيروا أنه مشكل في الجانب الوراثي مهم، لأن تقريبا في 90% في الحالات كنلقى واحد الجين، واحد الجين موجود اللي هو اشيلا بي 27، كنلقاه موجود في 90% في الحالات. هذا لا يعني ان اي واحد عنده هذا اشيلا بي 27 يقدر يتصاب بالمرض، ولكن اشيلا بي 27 كتجعل ان الشخص انه اكثر عرضه، يعني مؤهل باش يبان في هذا المشكل ديال الروماتيزم المزمن. فكيف ما قلنا انه العلامات كثيره وكتجعل انه في بعض الحالات ما كتكونش واضحه والتشخيص مع الاسف كيتاخر. نعم دكتور مصطفى الودغيري، النساء لقينا على انهم يعني اقل عرضه للاصابه بهذا المرض. نعم. علاش النساء اقل عرضه؟ لما كنتكلموا نعم. نسمحني مثلا هشاشه العظام. نعم. امراض اللي عندها علاقه بالمفاصل دائما كنا كنلقاو انه النسبه ديال النساء مرتفعه. نعم. فهذا المرض بالتحديد النسبه ديال الرجال اكثر. نعم، المشكل اللي كاين انه فعلا العلامات الالم كيكون الم كثير، غنتكلموا على الخصوصيه ديال هذا الالم. لكن هذا الالم هذا مع الوقت مع الدواء ربما واحد الوقت ما كيبقاش ينفع، فكيولي هذاك الألم كيعطينا مشاكل نفسية. نعم. كيولي الشخص يتشكى كثير، كيولي وحالة ديال الأرق، بعض الحالات ديال الاكتئاب كيبان. ففي بعض الحالات أنه هذا نظرا للضغط اللي كتعيشوا النساء أكثر من الرجال، ربما كنقولوا أنه ممكن مشكل نفسي وكنلتجؤوا بعض الأدوية النفسية وكنساو ما هو عضوي. أما عند الرجل ربما كيكون يعني كيقوم طول واحد مجهود أنه باش يشخص يعرف بأن ما كاينش مشكل عضوي، هذا كيفكر في الجانب النفسي. النساء ربما يفكر على الجانب النفسي أكثر من الجانب العضوي. هذا كيجعل أنه كيكون تأخر تشخيص، وربما التشخيص كنعطيو يعني كيبان خصوصا عند الرجال اكثر من النساء. ولكن في بعض الابحاث بعض الدراسات تقريبا النسبه مئويه بحال الرجال بحال النساء ملي كيتعملوا يعني التشخيص في الوقت المناسب. نعم. العلامات الاولى اللي كتبان يعني بالنسبه لهذا المرض دكتور ودغيري شنو هي الاعراض؟ الالم هو يعني العلامات المهمه في المرض. الالم كيصيب الظهر، فقرات الظهر، يعني من العنق
حتى الظهر المكان يعني العلوي والمكان السفلي حتى المكان ديال الحوض. نعم. لان كاين فقرات في 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 في, 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 في الظهر ديالنا كاين يعني عندنا 5 فقرات في العنق، 7 فقرات عفوا 7 فقرات في العنق، عندنا 12 فقره في الظهر في المنطقه الفوق الافقيه والمنطقه السفلى 5 ومنطقه اخرى لو ساكروم 5 فقرات اللي هما ملتصقين. هذه مساله طبيعيه يكونوا 5 ملتصقين. كيتصاب التهاب، هذا الالتهاب هذا كيكون في الفقرات، هذا الالتهاب كيجعل ان الالم، وهذه مساله اللي مهمه ناكدوا عليها، ان الالم خصوصا كيكون في الليل. الالتهاب والالم ديال هذا المرض كيكون في الليل ماشي في النهار، لان كنعرفوا الالم ديال الظهر مع ربما زياده في الوزن او ما مشكل ديال اللي كنسميو حنا بالدارجه بوزلوم او ربما هذا كيكون الالم خصوصا مع الحركه مع المشي خصوصا في النهار. الانسان اللي كيرتاح كيحيد الحريق، هذا لا العكس، هذا الانسان يقدر في النهار يقدر يكون ما عنده حتى مشكل، ولكن في الليل كيبدا الالم، كيقدر الانسان يبدا يفيق بالليل. يعني الوقت ديال الراحه والنوم فين كيكون الالم؟ كيكون التهابات كينوض في الصباح كيلقى راسو بحال نكون حنا مشكل فما كيقدرش يتحرك، سواء عنقه سواء الظهر ديالو سواء المنطقه السفلى من الظهر، فكيلقى واحد المده ديال ساعه ساعتين كيبدا يتطلق بشويه بشويه كيقدر يبدا يتحرك. فهاد الالتهابات المزمنه اللي هي التهابات اللي هي كتعطي هذا الالم خصوصا شغلنا بالليل وكيبقى مع الوقت. كيكون بعض المرات الالم كذلك في الضلوع ديال الشخص. بعض الحالات ان كيكون الالم حتى في الجهه ديال القلب، وبعض الحالات كنفكوا انه يكون مشكل ديال القلب وما كنلقاوش ان القلب ما فيه حتى مشكل، كيكون دولور كوستال ولا ستيرنو كوستال في هذا المكان هذا، فكيكون الالم كيجي. كذلك في 25% من الحالات كيبان الالم في المفاصل، يعني ماشي ولا بدا ننتظروا فقط تيكون الالم ديال الظهر ديال العنق ولا ديال، كيكون بعض الحالات يبدا الالم في المفاصل في الركبتين في اليدين في يعني في المنطقه السفلى في رجلين، وفي بعض الحالات كيكون الم كيسموه لي تالالجي، يعني الم في لي تالون في القدم ديال رجلين. الانسان كينوض الصباح كيلقى صعوبه باش يتمشى، كيكون الالم داك الالم اللي واحد باش الوقت باش كيخصو الوقت باش يطلقوا رجليه كذلك وحيد الحريق. فهذوما العلامات خصوصا ديال الروماتيزم ديال المفاصل وديال الظهر. كاين بعض المرات وهذه من الغرائب اللي سبحان الله في يعني جسم الانسان، بعض الحالات الطبيب ديال العين هو اللي كيكتشف المرض، يعني كيبدا العلامات كيبدا في العين، كيكون التهاب ديال القرنيه يونيفيت. كيمشي يشوف المريض طبيب العينين، كيلقى التهابات كالحمرار في العينين، وكيلقى واحد الالتهاب ديال القرنيه، وكيبغي يعرف السبب ديال التهاب القرنيه، وكتكون عندها علاقه بهذا الروماتيزم اللي هو التهاب الفقرات التصلبي او ما يسمى بالفرنسيه لا سبونديل ارتريت انكيلوزونت بالابريفياسيون اس بي ا. فكيشوف الطبيب الاخصائي غالبا طب باطني او امراض الروماتيزم كيديروا التشخيص، وكيتشخص ان المشكل جاي من فقره الظهر هو اللي كيتسبب لنا في هذه الالتهابات ديال العينين. كذلك بعض الحالات كيكون مع الوقت ملي كيكون تاخر في التشخيص ربما يقدر يتصاب حتى الرئتين، كيكون شويه ديال التشمع، كيكون مشكل في التنفس كذلك. وحالات نادره ولكن كنفكروا فيها كيكون حتى فحص ديال القلب، كيكون يعني مشكل في لي فالف كاردياك، كيكون مشكل ديال لي فالف كار سورتو في كتسمى الانسيونس اورتيك، يعني كيكون بعض المرات كذلك مشكل في القلب اللي حتى هو كنقدروا نلاحظوا في هذا المرض. فهو مرض يقيس خصوصا المفاصل، ولكن في بعض الحالات يقدر يقيس اماكن اخرى في الجسم. نعم. رجل عنك دائما دكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، ومرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 او 52. وما تنسوش انه موضوعنا اليوم التهاب الفقرات التصلبي. مرحبا بكل اسئلتكم وان شاء الله نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم. فاصل وراجعين على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم، ودائما برنامجكم صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. لقاءنا اليوم رفقة الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. غادي نشوف أول مكالمة معنا. لطيفة على الخط من مدينة فاس. صباح الخير لطيفة. صباح الخير لله. أهلا وسهلا بك. شكرا، بارك الله فيك، الله يطول عمرك. مرحبا، تفضلي لالا لطيفة. يعطيك السر، لأن قلت لك يدي كتحرقني هذه مدة من ظهري ومن عنقي والو ما تنقدش نحركها. اليد ديال اليمين بحال التنمال، كتحس بشي حريق بحال اش كيمشي الحريق بحال اش ديال التنمال، بحال اللي كتكلخ عليك يديك شي شوية. هذيك في النوم كتكلخ عليا، ولكن دابا الحريق مستمر في النهار في يدي كاملة. وعندي في هذا في الكود ديال يدي هذاك هو الحريق والنفخ. في المرافق ديالك؟ نعم سيدي. في المرفق ديالك؟ اليد ديال اليمين. نعم. والجهه ديال الظهر اش من بلاصه لطيفه؟
هذه في الموبلات منها شويش. نعم. شحال السن ديالك لالا؟ 62. الوزن عندك شوية زايد ولا عادي؟ عندي ما بين 76 78. نعم. واخا شكرا لك راتي فتواصلتي معنا من مدينة فاس. تفضل دكتور بدغيري. نعم. فالألم اللي كتحس به الأخت لطيفة ألم يعني في الفقرة ديال الظهر كاملين. إيه؟ وألم كينزل لحتى ليديها بحال شكل ديال التنمة اللي شارت ليه. إذا هو الألم ديال الظهر هو اللي كيمشي لليد. نعم ربما الألم عندها حتى في العنق ديالها. إيه؟ لأن مشكل كيجي من العنق داكشي الإنسان كيبدا يحس بعد مرة التنمة في يديه إما في اليد اليمنى أو اليسرى أو اليدين بجوج. فهنا كتكون مشكل غالبا مع السن مع ربما زيادة في الوزن كيكون مع السن كما قلنا كيكون مشكل ديال لارتروز كتسمى لارتروز احتكاك الغضروف اللي كيصيب الفقرات ديال الظهر والعنق وديال الظهر واللي كيعطي هذا الالم في كل وقت خصوصا مع الحركه مع الوقوف مع المشي الى اخره كتحس بحريق ومع الوقت كيولي واحد العصبه كتولي تقاس شي شويه مع كيبدا تزيق شي شويه كيبان الانسان كيبدا يحس بالتنمل في يده دونك كتسمى فرنسي نيفرالجي سيرفيكو براكيال هذا الالم هذا عنده علاقه بداك العصبه اللي كتزيق فهنا من المفروض انها تشوف طبيب اخصائي في امراض الروماتيزم كيدير لها صور اشعه فحسب الاشعه باش كيشوف فقرات ديال العنق ديالها وبعض الحالات كتستدعي الامر انها دير سكانير باش نشوف واش العصب مقيوسين ولا لا كاين ادويه كتعطى في هذا المجال واخا غادي نمشيو دائما ونبقاو في مدينه فاس باش غادي نتواصلوا هذه المره من بعد لطيفه مع عبد الله صباح الخير عبد الله اهلا لا اهلا وسهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام كنار الدكتور الله يحفظك اهلا وسهلا سيدي ويسهل عليك انا عندي سيب بالي واحد الحريق من الكساف ديالي ويود لي انا عن السرسول ديال الدار ديالي والثالث يعاود يضربني في جدر الفخذ حتى للصبع الصغير ديال الرجل ديالي نعم وهذا الالم هذا مده طويله هو فيك ولا يلاه يلاه مده طويله دكتور مده خصوصا مع الحركه انا سائق الطاكسي وتحديدا نعم. حاليا مشات مولات الدار وجابت لي في طبيب الحومه واحد القويلبات فيهم خمسه د الحبات نعم فيهم واحد الطرف اصفر نعم نعم حتى نديرهم تنخذ راحتي نعم شحال العمر ديالك عبد الله 59 سنة واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك غير قول لي عبد الله سائق تاكسي اشنو مسافة قصيرة ولا مسافة طويلة في المدينة ولا خارج المدينة غير وسط المدينة نعم واخا شكرا لك عبد الله تواصلتي معنا من مدينة فاس اذا كنعرفوا بعد المرة حتى الطبيعة ديال العمل ديالنا دكتور وتغيري كتأثر السائقين ديال الطاكسيات سواء في مسافة قصيرة ولا طويلة لانه حتى داخل المدينة راه كيبقى ساعات هو في نفس الوضعية نعم هادو الناس الاكثر عرضة لهذ الاصابة بهذ الانواع ديال الالم اللي كيصيب المفاصل يعني الظهر او العنق لان كيبقى في واحد الوضعية ما كيتحركوش فيها فالانسان بطبيعته خصو يتحرك ما خصوش يبقى في نفس الوضعيه نعم. خصوصا السائقين ديال الطاكسي او ديال الحافلات الكبيره فهنا كيبقاو مسافه في نفس الوضعيه وربما هذا الشيء كيعطي هذا كيتسبب لنا هذا الالم ديال المفاصل اللي كيحس بها بحال السي عبد الله انه تنملوا ليه يدي شي شويه يوجعوا العنق ديالو يوقع في مشكل غالبا مع الوقت كيوقع هذا المشكل اللي كنسميو ديال لارتروز اللي كتصيب الظهر كامل خصوصا مع الحركات فهنا خاص فعلا انه كما قلنا نفس الشيء يشوف يدير فحص بالاشعه كاين ادويه مسكنات غير هو يرد باله ان كيوصل الانسان لواحد السن ابتداء من 60 سنه في الغالب كيخصو الانسان يحتاط بتناول ديال الادويه ديال مضادات الالتهاب لان مع الوقت كيقدر يخلقنا مشاكل ديال المعده او ديال الكلي او ديال ارتفاع الضغط الدموي كاين مسكنات اللي يقدر يستعملهم هنا خصوصا في هذا المجال ربما يلتجا كذلك التروي الطبي يقدر يساعدو كثير بعد التشخيص شخص ونتيقن من نوعية المرض وبعد التروي الطبي يقدر يفيدو كثير. واخا دائما الموضوع ديالنا اليوم على التهاب الفقرات التصلبي وغادي نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى نتواصلوا مع لطيفه على الخط معنا من ارفود. صباح الخير لطيفه. صباح الخير اختي كي صبحتي؟ الحمد لله مرحبا بك لطيفه. صباح الخير لاله وسهلا. يمكن نسولك واحد السؤال عفاك؟ مرحبا. عندي عفاك ظهري هاد الايام كيوجعني ودات التحليله البارح وقال لي راه طلعت التحليله عندك 60 فيها. ولاني ما عنديش هاد الاعراض اللي كتقول بداو ليه البركبيه في الاول ودروك ظهري حيت كنفيق من النعاس اللي عندي واحد الالم شويه وكيعاود يمشي ما كيفيقكش الحريق بالليل لا ما كيجينيش اذا حتى كتنوض كتبدا تمشى هاد كتحس بالحريق ملي كتكون نعسه مزيان ولقى عندك التهاب ربما في الدم ديالك ملي عملت التحاليل لقى التهاب
لا في اس يمكن ربما لقى 60 قلت ياك. نعم. ما دارلكش شي فحوصات الأشعة؟ لا الراديوات؟ لا مازال التحليله ديال فقر الدم. صافي. نعم. واخا نجاوب على السؤال ديالك راه طفه، شكرا لك تواصلتي معنا من ايرفود. اذا تفضل دكتور ولد غيري. نعم، يعني ملي كيكون الالتهاب في هذا الشكل ان مرتفعه كنسميو لا فيتيس دو سيديمونتاسيون لا في اس كتكون مرتفعه، كتبان ليا التحليله ديال الدم، كتبان التحليله ديال الدم. فهنا كيكون التهاب، التهاب يعني كاين اسباب جد 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 متعدده. بحق ملي كنوضعوها في السياق ديال الالم ديال المفاصل ولا الالم اللي كتحس بها، ربما الافضل انه الطبيب يطلب لها فحوصات اكثر بالاشعه، بالاشعه باش يشوف لها الظهر ديالها ويشوف كذلك هذه المنطقه اللي تكلمنا عليها ديال المنطقه السفلى من الظهر ديال الحوض اللي ربما يكون فيه التهاب. ولكن هي الالم خصوصا كتذكر الالم بعد الصباح ملي كتبدا تمشى وكتوقف ماشي في الليل، هو الالتهاب الفقرات التصلب اللي كنتكلموا عليه لا اس بي ا. هنا خصوصا تكلمنا ان الالم كيكون خصوصا بالليل، والانسان ملي كينوض الصباح كيلقى صعوبه باش يتحرك، كيلقى مشكل باش يتحرك، كيلقى راسو مزير انه باش يتمشى سواء العنق ديالو او الظهر ديالو، كيطلب الوقت باش بحال كيبداو يطلقوا المفاصل بشويه بشويه. غادي نرجع عندك دائما دكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، وحلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه. فاصل وراجعين، خليكم معنا. رجعنا دائما على ميد غاديو برنامجكم صحه وسلامه، اليوم رفقه الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، والموضوع ديالنا على التهاب الفقرات ديال الظهر التصلبي. فغادي نمشيو هذه المره دكتور الودغيري باش نتكلموا معك على المضاعفات. نعم. شنو هي المضاعفات اللي كتقدر يعني تنتج على هذا المرض؟ نعم، المشكل كيف ما قلنا انه ملي كيكون تأخر في التشخيص، لأن كيكون الألم في الغالب الأشخاص كيستعملوا بعض الأدوية المسكنات مضادات الألم ومضادات الالتهاب لي زونتي انفلاماتوار، وكيحسوا براسهم لاباس، يعني هادو يعني من الروماتيزم اللي فعلا كيستجبوا الأدوية ديال مضادات الألم ولي زونتي انفلاماتوار. الإنسان كياخذو كيحس براسو لاباس، كيقدر يحس بالنار مزيان، في الليل عاوتاني يرجع للحيق ياخذ كيولي ياخذ يستعمل الأدوية بطريقة مستمرة، وكيقدروا يوقعوا مشاكل بعد كيف ما شرنا. فمع الأسف أن من بعد كيبدا التاخر ديال التشخيص يقدر يوصل حتى ل 8 سنوات حتى ل 10 سنوات. ملي كيوقع هذا المشكل ديال التاخر في التشخيص كيولي كما قلنا التهابات اللي كتكون في الفقرات كيولي كيف ما شرحتي في الحلقه كيتسمى تيبس الفقرات، فعلا كيتيبسوا دوك الفقرات كيولي يسقوا الالتصاق ديال الفقرات مع بعضهم. وراه دائما كنتكلموا على الفقرات ديال الظهر، ديال الظهر هي الموضوع ديالنا فعلا، ديال الظهر كذلك ديال العنق، لان كاين فقرات كل الفقرات تسمى دي اكسيال، فقرات كاملين ديال الجسم من العنق ونازله خصوصا فعلا المنطقه السفلى ديال الظهر. أيوة. ولكن حتى فقرات ديال العنق كيتصابوا، يكفي ان مع الوقت كيولي الانسان كيلقى صعوبه باش يهز راسو. أيوة. كيولي الشخص كيلقى صعوبه، كيولي كيشوف بحال اللي كيشوف في الارض، ما كيقدرش نهائيا، الراس ديالو دائما محني محني، وكذلك العنق ديالو كيبدا يتحنى، كيولي ينزل في هذا الشكل هكذا، يعني أيوة. كيولي يتحنى، فكيولي يلقى صعوبه في الحركات اليوميه. أيوة. كيلقى من غير الالم اللي كيحس به يوميا كيلقى حتى باش انه يزاول المسائل الطبيعيه ديال العمل ديالو، او فكيتلقى كيتحنى وكيولي كيلقى صعوبه. أيوة. حالات عندنا كثيره ان الانسان تحنى نهائيا، كيولي العنق ديالو كيشوف الارض ما يقدرش نهائيا يهز راسو، ثاني كيولي الالتصاق. ملي كنديروا لي راديو كيبقى لان بين الفقرات كاين واحد الخويا، كاين ان اسباس اللي خصو يكون طبيعي، كيوليو اللي بان في الراديو انه ملاصق، يعني بحال عندنا ان سولوس بحال عظم واحد من الفقره كما من العنق تنزل حتى للظهر. فهنا كيوقع هذه الحاله من بعد كيكون تاخير التشخيص بعد 10 سنوات او اكثر، كيولي مشاكل صحيه من غير الالم، كيولي حتى كما قلنا ان الانسان الحياه اليوميه ديالها كيعيش ماساه، لان من غير كيولي ما يقدرش الانسان يتحرك، ما يقدرش يقوم بابسط الامور العاديه، ما يقدرش يقوم بها، كيدخل في الاكتئاب، كيدخل في العزله، كيدخل، فهنا كيوليو مشاكل اخرى صحيه نفسيه كذلك كتبان زايد على الامور الالم اللي كيحس بها. واخا غادي نمشيو هذه المره في مكالمه نتواصلوا مع امينه على الخط معنا. اهلا وسهلا بك امينه. امينه صباح الخير. صباح النور. تفضلي مرحبا بك. لاباس عليك؟ الحمد لله. الا سمحتي امينه بعدي على الراديو، رجاء ما تسمعيناش من الراديو وانما من التليفون. واخا شكرا لك، مشكوره. بغيت غير نسول الدكتور الله يجازيك بخير، انا يمشي كنت هاد الاعراض اللي قال الدكتور عندي، ولكن الالم عندي انا في النهار كله من الباسان من تحت اليمن هابط شويه لجهه الفيس حتى الفوق، عنقي وكل شيء، وهذا عنقي من اليمن وكتفي يعني، والمشكل عندي كنحس واحد الالم حتى في صدري لو سان كاين غزني، وعندي كنقول واش من ليكوت واش من الريه واش من هذا. المهم مشيت عند انترنيست عطاتني درت تحاليل كلهم مزيانين الا وحده اللي قال عليها نيت الدكتور اش ال ام بي 27 بوزيتيف. وهذا وكانت عطاتني من ملي شافتها قالت لي غديري تحليله ديال لي غلاند ساليفير،
انا عندي شويه هي قلبت لي فمي قال عندي شويه نشوف فيها فمي ماشي بزاف انا كنحس بها اكثر في الليل كناخذ فيه الماء ملي هذا ملي شاف التحلل وداكشي قالت لي غديري ان بيوبسي دي غلون ساليفير بغيت نسول الدكتور واش هاد لا بيوبسي عندها علاقه بهذا هاد التحليل اللي خرجت بوزيتيف وبغيت يشرح لي اكثر لان سمعت ان كيتصلوا وهاد الالم عندي قديم ومشيت عند غيماتو ما عمرهم نبهوني ليها كنقولها ليهم حتى مشيت عند هاد الدكتور في الاخر هي اللي عطاتني هاد التحليله اللي مشات لفرنسا هادي ما كدارش هنا التحليله نعم بالضبط خرجت لي بوزيتيف وشويه شوفتني نعم لاله امينه واش عملتي شي فحوصات بالاشعه راديوات او لي ار ام راني المغناطيسي لا هي ما عطاتنيش ولكن انا بكل صراحه غير واحد السيده في القريه الميدسين قالت لي ديري اون راديو الياك ساكرو الياك فعلا فوالا درتها خرجت لي مزيانه لان قريت توتي نورمال ولكن هذه والدكتوره كتبت لي لان عندي لا ميشيك كتبت لي سبونديل ارتريت ما شرحتش لي انما هي هذه دكتور هي اللي كتكلموا عليها فعلا امينه المهم هذا الشيء اللي عندي دكتور بغيت نعرف واش لا بيوبسي دي غلاند ساليفير عندها علاقه ان هذه نشوف فيها تكون عندي في هذا نديرها او لا وبغيتك تعطي يعني باش تنصحني الله يجازيك بخير عندي على فكره عندي 53 عام وعندي 78 في الوزن الطول ديالي متر و 68 دارت لك واحد الفحص ديال العيون ديالك صافت كالتوب ديال العينين لا مازال عطاتني تريتمون ديال 3 موا قالت لي كل ملي غديري هاد لا بيوبسي تاخدي تريتمون وكل مده نديرو تحليلات باش نشوفو هذا يعني فين وصلوا ما عرفتش فين وصلوا يعني وانا شويه بقى حيره ما عرفتش شنو ندير نعم دكتور نحن واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله امينه وشكرا لك تواصلتي معنا ومشكوره لانه السؤال ديالك هو في الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم تفضل دكتور ودغيري نعم الاخت امينه فعلا كتحس بالالم اللي تكلمنا عليه في الفقرات ديال الظهر ديالها وفي العنق ديالها والالم قلت خصوصا بالنهار ولكن فعلا الالم كيكون في الليل وكذلك بعض الحالات كيبقى حتى في النهار كيتزاد مع الحركات ممكن انه يتزاد شي شويه فهنا فعلا قبل داك التحليل اللي تكلمي عليها لاشي لا بي 27 جات عندها بوزيتيف يعني كاينه في التات ديالها هنا يمكن نتكلموا على طرق التشخيص فقامت واحد فحص بالاشعه العادي الراديو عادي ديال الظهر ديال هذا المكان ديال الساكروم ديال الظهر الساكرويداك وجات عاديه ولكن في الغالب فعلا في البدايه ما كتبان والو في الغالب انه كنلتجؤوا للفحص براني المغناطيسي لي ار ام في هذه المنطقه بالضبط باش كنشوف واش كاين شي التهاب في ذاك المنطقه ديال المفصل بين الساكروم وبين الإلياك يعني في المنطقه السفلي ديال الظهر في بعض الحالات ان كنديروا واحد فحص اخر حتى التاليغ في بعض الحالات ما كيبين لنا والو كنطلبوا لا سانتيغرافي اوسوس لا سانتيغرافي يعني الشخص كيتناول واحد الماده ديال اليود راديو اكتيف وكي كنديروا الفحص كنشوفوا المفاصل كاملين ملي كنشوفوا الالتهاب في ذاك المنطقه ديال الساكروليك كنقدروا نشخصوا لان قلنا انه علاش كيكون تاخر في التشخيص لان ما كيبانوش هاد العلامات في الاول العلامات فقط كيكون الالم يقدر يكون لا شلا بي 27 بوزيتيف ولكن لي راديو كيكونوا بارفوا نورمال دونك حتى كنديروا هاد الفحوصات متتابعه وكنشخصوا كنتيقنوا من المرض الوغ هنا من بعد غنتكلموا على العلاج بالنسبه للاجتفاف اللي لاحظت الطبيبه عندها فهذه هذا مرض اخر مرض ديال المناعه الذاتيه ديال الاجتفاف اللي كنا تكلمنا عليه مرض النشوفيه ديال النشوفيه اذا ما عندوش علاقه بالمرض ما عندوش علاقه بلا اس بي ان نهائيا ربما في بعض الحالات يكون جوج امراض في نفس الوقت ممكن كنلقاو جوج امراض في نفس الوقت ممكن فهنا ربما النشوفيه طلبت لها دير لا بيوبسي لا بي باش تشوف ربما واش كاين مرض اخر مع لا سبونديل ارتريت انكيلوزونت لا اس بي يعني التهاب الفقرات التصلبي لكن ما عندوش علاقه نهائيا مباشره مع المرض فبما ان كنشوفيه فعلا تقوم ذاك التحليل ذاك لا بيوبسي لا بي داك العينه من الغده ديال 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 اللعاب فعلا وصفتها باش نشوف واش كاين الالتهاب ولا لا كذلك من الافضل ان نشوف طبيب ديال الاخصائي في العينين طب العيون وسولتيها واش فعلا لان كيكون بعض المرات التهابات بسيطه اللي يمكن الشخص ما يحش بهم وهذوك الالتهابات انهما اللي كيجعلوا مع الوقت اللي ما تعالجوش اللي ما تخدش الدواء في الوقت ربما انسان يقدر يحس مشاكل كثيره في العينين ديالو قدر لا قدر الله يفقد البصر مع الوقت فهنا العينين مهم ان يشوف طبيب العيون نعم وتطلب من هاد الراديوات اللي قلنا ديال الراني المغناطيسي او في صدع الامر عند لا سانتيغرافي اوسوس باش نتيقنوا من فعلا من المرض ملي كنشخصوا المرض نتيقنوا منه هنا كيسهل العلاج والعلاج كل ما بدينا العلاج مبكرا كل ما يعني كيكون واحد النتيجه ممتازه جدا شحال ديال كان ما عندناش علاج كنا كنعطيو فقط المسكنات وفي بعض الحالات واحد الماده كتسمى لا سالازوبيرين دابا حاليا الحمد لله العلاج البيو
البيولوجي لا بيوثيرابي والعلم يوميا كيتطور يعني عندنا اشخاص الاخصائيين متبعينهم انه سا ترانسفورمي لا كاليتي دو في يعني الحياه اليوميه تبدلات 100% الشخص اللي ما كانش كيقدر ينوض نهائيا قدر يلقى الحيويه ديالو قدر يتمشى ينوض عادي يمارس الرياضه فهاد العلاج هذا اللي كيكون حقن كيستعمل الشخص اللي نتكلموا عليه بعد النوعيه ديال الحقن ولكن الحمد لله بالعلاج اللي تغيرت حياتهم تغير الحال والحمد لله الناس اللي عندهم تغطيه صحيه كيستافدوا من هذه الادويه لان التغطيه كتعاونهم بشكل كثير ربما 90% بعض الحالات حتى 100% كتعطيهم الادويه مجانا. غادي نمشيو هذه المره ومن بعد امينه في مكالمه اخرى جميله على الخط معنا من رحمنا. اهلا بك جميله. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ديال الدكتور لاباس؟ مرحبا لاله وسهلا. الحمد لله. انا كنعاني من هذا المرض تقريبا شي نقول لك ملي كان عندي 28 عام دابا عندي 45 عام. اييه. وما كنتش عارفه تمشي للطبيب تيقول لي المهم غير راحه 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 صافي طبيب عادي زعما تمشي بقى داك الشيء تا مده ولدي كان عنده دابا راه عنده شي 18 عام كانت عنده عامين ديك الوقت. صافي بقيت مستمرة كنت في كادير بقيت كنمشي لهنا هنا الطبيب ما كيجينيش في داك الشيء شويه جيت للدار بيدا درت السكانير وداك الشيء بان لي الفقرات ديال العنق كانت كوانسه والقلب ديالي ما تنقدش نلبس ما تنقدش صافي بقى داك الشيء استمر المفاصل والالام الالام السياتيك في الظهر ديالي كل شيء صافي درت التحاليل وداك الشيء بقيت نتبع مع الطبيب زعما غادي على حسب الامكانيات شويه زعما داك الدواء وافقني وداك الشيء يعني تقريبا شي عامين هذه توقفت على نعم عطاك شي ادويه مسكنات ولا عطاك مواد اخرى ديال المرض شنو عطاك؟ كان عندي عطاني الدواء كثير كنت تبقى خمسه شهور تنمشي عنده كنحاول زعما صبرت وعارف شويه ديال الشيء ديال الروماتيزم شويه الدواء شويه مكلف عطاني داك الكولي تنديرو العنقي صافي بقيت نتبع واحد المده صافي على حساب واش خص لك هذا المرض قال لك يعني التهاب الفقرات تسمى لا اس بي ا الفقرات ديال العنق تيتحكوا وداك الشيء غادي المفاصل بجوج و اليد اليسريه وعندي من اللور ريشه من اللور عندي صداع الالم نعم الالم بزاف واحد الالم ما تصورش نعم والدواء ملي سناخذو صافي القلب ديالي بحال تيجيو ديك الدقات ديال القلب تيبقى متبع معايا زعما داك الشيء غير امكانيات زعما اما زعما صراحه لقيت واخا الدواء شويه كيبقى صح كنصبر وعلاش توقفتي على الدواء لاله جميله علاش توقفتي؟ على حسب الامكانيات نعم حيت كاين بعض الادويه اللي ربما يعني في متناول الانسان يقدر يستعملهم يقدر يحدوا من هذا المرض هذا نعم صافي مشيت عند واحد الطبيب هنا عادي عندنا قال لي ودي خصك تعاودي هذا الراديو كامل خصك تعاودي باش نشوفوا هذا الشيء فين واصل وحاليا جميله عندك شيء شنو كيبان عندك دابا شنو العلامات باش كتحسي؟ صافي نقول لك حتى النفسيه ديالي ما عرفتش مي عندي شويه المشاكل شويه هاد الايامات ضغط بزاف ما شحال في العمر ديالك جميله دابا 45 سنه؟ 45 حتى هذا الشهر تقريبا شي عامين هذه صافي وكاين عندك وليدات؟ كاين وليدات؟ وتنحس عندي وليدات عندي وليد 10 سنين 18 يلا كمل 17 تقريبا والبنت في الجامعه عندها 21 نعم صافي انا الصراحه ما هذا المرض صعيب شويه نعم بالضبط واخا جميله نجاوبوا على سؤال ديالك ان شاء الله. داكشي غنسولك عفاك واش الراس ديالي ديك البروده مع نسبه البروده هنا قاصحه داكشي تنحس الراس ديالي وكلشي نسبه البروده نعم وكتلقى ملي كتلقى كتعمل التحاليل كتلقى التهابات في التحاليل ديال الدم كتلقى التهابات. قال لي عندك البروده شويه ودابا قلت لك في هذه البروده عندنا هنا كتزيد عندك الحال نعم هذاك الصداع الراس ديالي كيكون فيه صداع بزاف تنحس بحال السلوك الضوء بحال واخا لاله جميله نجاوبوا على سؤالك وشكرا ليك جميله تواصلتي معنا من رحمنا تفضل دكتور بدغيل يعني كثير من الناس يا رب ان شاء الله لانه دابا راه حتى النفسيه ديالها بقيوسه يعني هذه حسينا واحد الالم اللي كيحسوا به الاشخاص اللي مصابين بهذا المرض فعلا لان يعني مرض اللي الالم فظيع جدا الالم اللي كيجي خصوصا بالليل يعني رغم الادويه بعض الحالات ما كيعطيش النتيجه الانسان اليوم ديال الحياه اليوميه كلها كتغير كتولي مشاكل نفسيه مع الوقت لان كيولي يعني
عند واحد العاهه ما يقدرش يبقى يتحرك، ما يقدرش يتمشى، ما يقدر يدير. فمع الوقت انه كيكون مضاعفات كما اشرنا لها في الاول. غير كننصح الاخت جميله انها فعلا تتبع مع الطبيب المختص طب باطني او امراض روماتيزم باش يكون تشخيص ومتابعه. الادويه كاين ادويه قلنا اللي كيتعطاو باش يحيد الالم، المسكنات كنقدروا نستعملوا في الوقت ديال الحريق. وغير باش نشيروا الجميله راه ماشي ضروري يعني الطب، يعني تمشي للطب العمومي يعني بالطب. ماشي ضروري توجه عن طبيب خاص وفي العياده ديالو. هو التشخيص اخت عفاف، التشخيص كيكون الطبيب الاخصائي كيشخص المرض، ولكن فعلا المتابعه ممكن انه ما تشوف الطبيب الطب العام ما كاينش مشكل، ولكن يعني في الوقت ديال غير تعرف بعد المرض التشخيص وديال تغيير الادويه والتعامل مع الادويه، فالطبيب الاخصائي اللي كيقدر يقوم بهذه الامور هذه، لان كطلب شويه ديال الخبره وديال المعرفه بهذا المرض. فقلنا انه كاين ادويه اللي هما تقدر تستعملهم ربما 200 درهم في الشهر باش تقدر تاخذ هذا الدواء اللي ماشي ولا بدا الحالي كما قلنا العلاج بيولوجي يعني اكتشاف اللي ساعد بزاف بزاف ولكن مكلف، ولكن مكلف. الناس اللي ما عندهمش تغطيه صحيه عندهم مشكل، ولكن تقدر تستعمل هذا الدواء. كذلك الشق الاخر من العلاج، تكلمنا على العلاج الادويه، كاين العلاج الفيزيولوجي يعني لا ريدوكاسيون، التروي الطبي يقدر يساعدها بشكل كثير. يعني كاين بعض المساج اللي كيدار، بعض الحركات اللي كيداروا عند الاخصائي في الترويد اللي يقدر يستدي يقدر يزولهم في البيت ديالو في الدار ديالو، يعني كتعلمهم فعلا. لان مع الوقت شنو كيبدا يوقع، من غير انه ماشي كيقال الالم كيولي مشكل حتى في التنفس، لان حتى البلاصه ديال الدار كتتصلب، هاد البلاصه ديال 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 الضلوع كذلك كتتصلب، الانسان كيولي يقال حتى مشكل باش يطلع النفس كيتزير، فكيولي مشكل حتى لينيسيونس ريسبيراتوار، يعني مشكل حتى في التنفس. فكيوليو بعد الوقت مع الوقت كيولي بعض الحركات الانسان بيقدر يقدر يستعمل التنفس ديالو يقدر يرتاح. كاين طرق كثيره اللي كيلتجؤوا لها اخصائيين في الترويد، العلاج الفيزيوثيرابيوت كيتسموا، فيقدروا يساعدوها بشكل كثير. الحركات اللي يقدر يدير يوميا يقدروا يساعدوها كذلك. نعم، راجعين دائما نواصلوا حلقة اليوم في برنامجكم صحة وسلامة مع الدكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. فاصل وراجعين، خليكم معنا. انتظروا في برنامج طفل المرأة والأسرة للا مولاتي، نصائح يومية حول النوم الصحي. كل يوم كونوا في الموعد مع 11:30 مع للا مولاتي وبونج البسمة. بونج بعلامة البسمة، وصية من مجموعة الراحة والنوم. وسلامة من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. ورجعنا دائما على ميد راديو برنامجكم صحة وسلامة، هذه المرة في مكالمة أخرى غادي نتواصلوا مع فاطمة من الرشيدية. أهلا بك فاطمة. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. اسمحوا لي أول مرة كنتصل في إذاعة وشوية مرتبكة. لا بالعكس فاطمة، أنت مع الأسرة ومع العائلة ديالك، مرحبا. غير شوية عليك وأعطيني السؤال ديالك. أول حاجة خليني أنا نسولك، شحال في العمر ديالك؟ العمر ديالي 53 سنة. واخا اييه. المشكل اللي عندي هو اكتشفت راه عندي واحد المرض اللي هو سميتو هذا التهاب الفقرات، التهاب لا التهاب الجلد والعضلات، ديرماتوزويد. الديرماتوميوزيت. الديرماتوميوزيت. وهذا راه كنت اكتشفته بعدا، راه كان اكتشفوا لي الطبيب من 2009. ولأن أنا كنت مشيت عند واحد طبيب نتاع الجلد ودار لي واحد البيلون، وكنت بعدا كانت شكا من رجلي ما كنقدرش نتمشى بها، وصفتني لواحد الطبيب، صفتني للروماتولوج. وكانوا درت خلاص الأشعة وداك الشيء كل شيء كان مزيان، ودرت التحاليل وكانت هذيك المادة طالعة ديال التهاب نتاع الالتهاب. وانا ما فهموليش بالضبط الدكتور، ودرت والمهم حيدوا لي واحد الشريحه واحد شويه تاع اللحم وداروا لي التحليلات، وقال لي راها مزيانه. وعطاني قال لي راه سياتيك اللي عندك. وعالجني، تعالجت سياتيك، وبقى كيعطيني دوك لي كورتيكويد وديك الماده بدات كل مره. في الاول حتى نقصات، بقى كينقص لي الكينه. ومن بعد عاود هو، ومن بعد عاود طلعت هذيك الماده وما فهمليش في الحقيقه، راه شي 9 شهور وانا متبعه معاه ما فهمليش، وقطعت انا راسي. نعم.
المهم اللي رجعت هذا الطبيب نتاع الجلد اللي رجعت له غير من اجل ناخذ ليكرون وعنده الدوسي ديالو عاود سولني مره اخرى. منين سولني سولني قال لي واش بغيتي، انا في الحقيقه ما كنتش بغيت نعاود نتعالج. وعطاني تحاليل، عطاني تحاليل قال لي راه السي بي كا راه طالعه. بالضبط نعم. قال لي السي بي كا راه طالعه وراه ضروري كيخصك تعالجي. قال لي راه كان عليك تبعي العلاج من نهار زعما عطاك الطبيب. نعم. واللي بغيت نقول لك دكتور، لانه كانوا كيسولوني كيقولوا لي واش انت عندك واش كيحرقوك العضلات. نعم. انا ما كان كيحرقني حتى شي حاجه. تيقولوا لي واش كتنعسي مزيان، تنقول لهم كننعس مزيان وما كتحرقني حتى حاجه. ولكن في بدايه هذه السنه الدراسيه شهر بحال شتنبير وهذا حسيت بالحريق في رجلي، في ديك العضله نتاع رجلي، في ديك لاجومب وفي ديك الفخده. من بعد كنت ملي مشيت هذاك الطبيب عاود كنت دوزت عنده روماتولوج في هذا الصيف، على كانت كتحرقني اليد الكتف. كان كيحرقني وعطاني قال لي عطاني المهم بمعنى قال لي غير الاعصاب هذوك وعطاني داك. ملي عطاني درت التحاليل لقيت الكوليسترول كان عندي 2.76 وعطاني الدواء ومشيت عطاني الدواء بديت كنشربو. كان اللي قال لي ما كانش عليك تشربي الدواء غادي ديري شويه. مشيت للطبيب نتاع القلب، في الحقيقه طبيب القلب قال لي خصك نقص لي. كان الطبيب الروماتولوج عطاني كنشرب كينه، رجع طبيب القلب بقيت كنشرب غير نص كينه. واخا شوف لالا فاطمه. نعم. دابا حاليا شنو التخصصات اللي متبعه معاهم؟ المهم دابا الكوليسترول نقصو حتى رجع 1.17. ايه واخا رجع مزيان، وحتى طبيب القلب قال لي ما تاخذيش صافي ما تاخذيش الكينه دابا. وكندير الرياضه وكان دابا راني يلاه 10 ايام هذه متبعه مع الطبيب نتاع الجلد ديال الجلد. بغيت انا نعرف بغيت نفهم هذا المرض شكون هو. نعم هذا شكون ان شاء الله. واخا الا كاين شي نصائح. نعم. اييه واخا لا فاطمه. ومن حيث الرياضه راني كندير الرياضه كان لا مارش وكندير لا سال وهذا الشيء. نعم. شكرا. شكرا لك فاطمه، تواصلتي معنا من رشيديه وان شاء الله كنتمنوا لك الشفاء العاجل والقريب. فاطمه هي مثال ديال حاله دكتور ودغيري، الناس اللي ربما كتبدا ديك الحلقه وديك الدوامه. نعم. بين. نعم. تخصصات بالضبط. يعني امراض الجلد، امراض المفاصل، الطب ديال القلب، ربما المرات كتحتاج الاخصائي في التغذيه، كتشوف ناس اللي اخصائيين في الرياضه باش يعاونوها وتعرف الرياضه اللي غتناسبها وكتولي ديك الحلقه وديك الدائره. الانسان كيولي باغي غير يفهم. نعم. شنو عنده بالضبط وشنو اللي خلاه من تخصص كيصيفطو لتخصص اخر. نعم هذا المشكل اللي يوقع فعلا واحد مجموعه ديال الامراض، ان المريض كي ما كيبقاش عارفه فين يمشي. نعم. ما كيفهم بين. نعم. الاخصائيين حتى طبيعه المرض ما كيفهمش، الادويه كثرت الادويه ما كيبغي بعد عارف شنو الواقع فعلا كما قلتي ما كيعرفش. فهنا مجموعه ديال الامراض كتعطي هذا الشيء هذا، وخصوصا الامراض ديال المناعه الذاتيه. مجموعه ديال الامراض المناعيه كتكتسم مجموعه ديال الاعراض. أيوه. فانسان كيبقى بين طبيب القلب وطبيب ديال الاعصاب ربما وطبيب العينين، فخاص شي طبيب اللي غادي يحاول يجمع كل شيء ذاك النظره الشموليه للمرض ويحاول يشخص المرض. نعم. والطب الباطني مؤهل. نعم فعلا هذا الطب الباطني اللي هو اللي الاكثر يعني تاهلا باش يقدر يشخص، لانه كيتعامل مع التخصصات كلها. بالضبط. فهذا المرض اللي تكلمت عليه الاخت فاطمه ان شاء الله اللي سمحتي الاخت نخصصوا شي حلقه خاصه، لان مرض المناعه الذاتيه لا ديرماتوميوزيت ولا بوليميوزيت كذلك، ففي التهابات ديال العضلات وديال الجلد وبعض الحالات ديال المفاصل وبعض اعضاء اخرى في الجلد تقدر تكون ملتهبه. فهذا المرض هذا خاص التشخيص كيكون سهل، كنديروا داك التحاليل ديال اللي تكشرتهم لي سي بي كا الانزيمات العضلات كنلقاو مرتفعين كثير، كنلقاو التهاب، كنديروا التحاليل ديال المناعه مضادات الاجساد اللي خاصين بهذا المرض اللي غنتكلموا عليه في حلقه خاصه. فهنا كيكون العلاج وكيكون غالبا كنلتجؤوا لماده الكورتيزون وكنبقى نقصوا بشويه بشويه حتى كنحبسوا ولا كنخليوا واحد الكميه اللي ضئيله جدا للمتابعه. فان شاء الله باش نتكلموا بالتفاصيل، المهم هو انه المرض تشخص، هذا هو المهم. العلاج ضروري يبقى، ما خصناش نجيو تحبسوا. المتابعه مهمه مع طبيب
باطني او اخصائي فروماتيزم كذلك او الجلد. الرياضه تنفعها؟ الرياضه تنفعها من يكون يعني من يحيد الالم. يعني يكون الالم لان كل الالم صعيب الانسان يتحرك، من يحيد الالم بالرياضه او الترويض كذلك يقدر يساعد في هذه الحالات. نعم، ولكن على اساس انه المرض تكون اون غيميسيون، يعني يكون المرض ارتاح ما بقاش ذاك الالتهابات. ممكن ان تزول الرياضه ودير فحال. نعم، ونرجع للموضوع ديالنا دائما اليوم معك دكتور مصطفى الودغيري على التهاب الفقرات التصلبي، وغادي نمشيو هذه المره للنقطه اللي هي خاصه بالعلاج. تكلمتي على انه مع التطور ديال الطب والعلاج البيولوجي اللي كان ذاك الحل لكثير من المشاكل الصحيه والامراض، ربما الاوفياء ديال البرنامج ولاو كيشوفوا انه راه كنتكلموا عليه شحال من مره كيتذكر ذاك العلاج. نعم، البيولوجي بقات كيف ما شرتي دكتور مصطفى الودغيري على انه مكلف. نعم، يعني جدا هو فعلا حل. وبدينا كنشوفوا على انه دوك الناس اللي كنا كنشوفوهم مثلا في وضعيه بحال ديال عاهه. نعم، اللي مرافقاهم الوقت اللي كنشوفوهم مثلا في القاعه ديال انتظار عند الطبيب ما كنعرفوش شنو عنده بالضبط. يعني ما كتبانش عليه العلامات ولا الاعراض ولا المضاعفات ما كايناش نهائيا بفضل هذا العلاج البيولوجي. فاليوم بالنسبه لهذا الاسبيا. نعم، شنو الدور ديالو؟ نعم اختي عفاف، يعني من الامراض اللي استفدوا كثير من التقدم العلمي في العلاج بالبيولوجي لا بيوثيرابي، عندك مرض الروماتويد لا بوليتوتريماتويد مرض ومرض الالتهاب الفقره التصلبي لا اسبيا. هذو يعني الامراض اللي استفدوا بشكل كثير من هذا العلاج هذا. الحمد لله انه كما قلنا انه الانسان اللي كان عنده عاهه ما يقدرش يتحرك ما يقدر حتى شي حاجه ولا كيقدر يعيش، تشوفوا انسان طبيعي ما عنده حتى مشكل. عندنا امثله كثيره في هذا المجال هذا، والحمد لله العلاج عطى. كاين انواع كثيره، كاين حقن كيديروا مره في الاسبوع او حقن كيديروا مره في 15 يوم. فين كيتم الحقن ديالهم؟ في الكرش. كده في الكرش مره في الاسبوع، او كاين نوع اخر مره في 15 يوم، او كاين الحقن كيمشيو على طريق الوريد لي بيرفيزيون كيديروا مره في 15 يوم او كتولي من بعد كل شهرين. فكاين انواع كثيره دي زونتي تي ان اف اللي كنستعملوا، وكاين دواء اخر كذلك. فهذا العلاج بيولوجيك موجود كما قلنا. في هذا المرض فقط على شكل حقن او نعم كاين كثير ما كنستعملوا الحقن اللي كيداروا في الكرش او كندوزوا داك لي بيرفيزيون اللي عندنا بروتوكول عن طريق الوريد. نعم، ففعلا الناس اللي كيستافدوا هم اللي عندهم تغطيه صحيه كيف ما كنوعوا. دابا حاليا الحمد لله الناس اللي عندهم لا سي ان اس اس او عندهم لا كنوبس كيستافدوا، عندهم واحد النسبه مهمه كيقدروا يستافدوا حتى 90% حتى بعد حتى 100% من هذا العلاج. كيبقى الغماد باقي لحد الساعه باقي ما كيتعطاش، فنتمنى من الله انه مع كذلك كيف ما الناس كيستافدوا في العلاج ديال ليباتيت سي فعلى طريق الغماد. دابا نتمنى من الله ان حتى كذلك تولي لا بيوثيرابي في متناول الناس اللي عندهم الغماد، لان غادي نحلوا مشاكل كثيره فعلا. فكيبقى بعض الحالات ان الناس كيقوموا بواحد مجهود، الناس اللي ميسورين كيقضيو مجهود باش يشريو الدواء، ولكن مع الاسف الناس اللي ما عندهمش التغطيه وما عندهمش امكانيات مع الاسف ما كنقدروش نستعملوا. وفعلا وغير واحد النقطه دكتور غدغري، انه حتى بالنسبه للناس اللي هما ميسورين ولا الحاله الماديه ديالهم مرتاحين، فهنا كنتكلموا لو ان الانسان غياخذ داك العلاج مره واحده وصافي ما غيعاودش يرجع ليه. لكن لما كنتكلموا على علاج بيولوجي راه خاصو يداوم عليه. يعني الانسان حتى الا تسلف وتكلف ودار داك العلاج ديك المره فغيفكر في مرات اخرى شنو غيدير فيها. على الاقل سنه بنص حتى ثلاث سنوات او خمس سنوات بعض الحالات كما كنحبسوش الدواء كيبقى مده طويله. نعم فعلا. اخر نصيحه معك دكتور ودغيري وبها نختموا الحلقه ديال اليوم، ربما نصيحه تكون بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المرض على سبيل الوقايه. نعم، الناس اللي عندهم الم خصوصا الالم اللي كيتجهد بالليل في الفقرات ديال العنق ديال المظهر ديالهم، الالم اللي كيتحسوا به انه ملي كياخذوا ادويه ديال مضادات الالم او المضادات ديال الالتهاب كيحسوا براحه. هذا ضمن العلامات كذلك. الناس انه ما يقدرش اي مره يعني فوق ما يكون الالم يقول مشكل نفسي، فعلا مشكل نفسي كيعطي الالم، ولكن دائما 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 انه نتيقنوا بان ما كاينش مشكل عضوي، نلتجئوا عند الطبيب الاخصائي ونديروا التحاليل اللي خاصو فحص الاشعه ونتيقنوا بان ما كاينش هاد مفكو ما هو نفسي، لان ما يمكنش سهل باش نعطوا ادويه نفسيه، ولكن المشكل العضوي ضروري انه يتشخص في الوقت، وملي كيتشخص كاين الادويه. شكرا لكل الشكر الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، وان شاء الله موعدنا معك الاسبوع الماجي. مشكور. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحة وسلامة، فتسناو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون سعيد عقال، مشكورة رفقتني في الإخراج وسميحة كانت استقبال ومكالماتكم. صباح سعيدة، إلى اللقاء.